لنقاش صياغة الدستور الجديد في سوريا. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية دوحة المعارض السوري المستقل خليل المقداد. أهلا بكم سيدي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يزور ديمستورا دمشق لحثها على القبول بلجنة صياغة الدستور، ما أهمية هذه الزيارة التي تأتي قبل شهر فقط من انتهاء مهام المبعوث الأممي في سوريا؟ يعني أهمية هذه الزيارة إذا أردنا أن نعلم حقيقتها. هل تسمعني سيد خليل؟ نعم نعم هل تسمعوني؟ تفضل، نعم صوتك واضح الآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدتي، ديمستورا لم يحقق شيء، السيء الصيت والسبعة ديمستورا لم يحقق شيء خلال فترة وجوده كمبعوث أممي، وما يقوم به هو استكمال للعمل الذي بدأه، يحاول أن ينهي حياته السياسية كمبعوث أممي للشرق الأوسط وسوريا. ديمستورا لم يحقق شيء من زيارته. سنتحدث عما حققه في مهامه منذ استلامه هذه المهام الأممية، لكن لو تحدثنا عن هذه الزيارة تحديدا لدمشق، عن صياغة الدستور. هذه الزيارة أثبتت فشلها كباقي الزيارات. أنا لا أعتبره فشلا في الحقيقة، لأن هناك تنسيق دائم ومستمر. يعني لو عدنا بالذاكرة الآن إلى العام 2015، وهو بداية الانهيار الكبير، عندما أعلنت إيران مبادرتها وتلقفها ديمستورا وتبناها، ثم أعلنت الفصائل المقاتلة ببيان موحد أنها موافقة على المفاوضات من خلال نقاط محددة. هذا كان بعد جنيف 2، لم يكن هناك أستانة وغيرها، تبنتها روسيا، تبناها المجتمع الدولي، وهم يعملون وفق هذه المبادرة. المبادرة كانت تنص على 4 نقاط رئيسية. الأولى، ضمان بقاء النظام أو بشار الأسد، نظام بشار الأسد في الحكم وعدم انهياره ومنع سقوطه. النقطة الثانية، محاربة الرافضين للتسوية السياسية. النقطة الثالثة هي اعتبار المهجرين مهاجرين. النقطة الرابعة، تلبية احتياجاتهم المعيشية من خلال مساعدات إغاثية فقط لا غير. اليوم ما يحدث هو استكمال. يعني اللجنة الدستورية يفترض أن تكون من 150 عضو، ثلثان زائد ثلث، ثلث من المعارضة وثلث من النظام وثلث يختاره ديمستورا. النظام يتعنت الآن، وهو لا يستطيع أن يتعنت في الحقيقة. هو لا يمون على شيء ولا يمتلك أي شيء ولا نقاط قوة. الجميع يتفاوض عنه، لكنه يتبجح بالسياسة لخداع أنصاره. روسيا وتركيا وإيران وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي من تقرر عن هذا النظام. هو لا يملك إلا أن بالعودة إلى مهام ديمستورا، يقول البعض أنه قدم ما بوسعه في مهمته الأممية، فيما يرى البعض الآخر أنه متواطئ مع النظام وروسيا. كيف تقيمون ما قام به ديمستورا طيلة السنوات الأربع الماضية؟ يعني من خلال الجولات المكوكية التي قام بها ديمستورا، كان يحاول تسويق وجهة نظر النظام المجرم وروسيا. يعني كان يتماهى مع النظرة الروسية للحل، وتبنى المبادرة الإيرانية التي لا زالت سارية ويعمل الجميع وفقها، ولا يعلم الكثيرون أن ما يحدث الآن هو التنفيذ للمبادرة الإيرانية. وديمستورا الذي ميع القضية واختصر تضحيات الشعب السوري بنقاط طويلة عريضة وتفاصيل يعجز الجميع عن الخوض فيها والبحث فيها، وقسم سوريا إلى إقطاعيات ولجان ونواحي وإدارات ونساء ورجال وأقليات وأكثريات، ثم طالب الجميع بأن يردوا على هذه المبادرة، ولم يستطع أحد الرد عليها لأن الهدف كان التسويف. ديمستورا عمل ببراعة على تسويف القضية. إلى أي مدى تظن سيد خليل، إلى أي مدى تظن أن صياغة دستور جديد للبلاد يخدم القضية السورية في الوقت الحالي، خاصة بالتزامن مع توجه هيئة التفاوض إلى موسكو لمناقشة ذلك وانتخاب أعضائها الذين سيشاركون في صياغة الدستور؟ يعني اولا، اذا اردنا ان نحكم على الدستور او مسودة الدستور بنجاح او فشل، علينا ان نعلم من هم الذين يقومون بصياغة هذا الدستور. الذين يقومون بصياغته هم اشخاص عينهم النظام وديمستورا وروسيا، وهم يعني في المحصلة معظمهم محسوبون على النظام،
وبالتالي لا يمكن أن نتوقع خيرا من أي دستور يتم كتابته. الدستور يكتب بيد أحرار، بيد شرفاء الشعب، بدستور يخدم قضية الشعب، دستور يحفظ حقوق وكرامة وحقوق الناس. يعني هذه يعني ضحك على اللحى. روسيا تريد إنجاز دستور أو لجنة دستورية قبل موعد جنيف بحيث تكون حاضرة في جنيف الشهر المقبل، لكن هناك تجاذبات سياسية الآن لدينا الولايات المتحدة ولدينا فرنسا ولدينا ألمانيا وجميعها، وهناك المعارضة أيضا سيد خليل. المعارضة لا يوجد معارضة يا سيدتي، لا يوجد معارضة. نحن لدينا أشخاص تم تعيينهم من خلال دحلان أو خالد المحاميد، تقي لأن شخص ساقط مثل خالد المحاميد هو من قام بتعيين المدعوين إلى مؤتمر رياض 2 الذي انبثقت عنه هيئة المفاوضات. فما الذي نرجوه؟ حوران تم تسليمها، كل ما تبقى من سوريا تم تسليمها. بالحديث إدلب. نعم، حوران وغيرها أيضا، هناك إدلب، ما مصير إدلب بعد صياغة الدستور، خاصة وأن الكثير من المناطق التي قامت بمصالحة النظام اعتقل مواطنوها أو المقاتلين فيها وسيقوا لخدمة العلم كما يدعي النظام. يعني إدلب لن يكون مصيرها بأحسن حالا من بقية المناطق، ربما يكون الأسوأ. أنا برأيي أنا أتوقع يعني إن بقية الأمور هكذا، القضم مستمر، المنطقة منزوعة السلاح الآن، المماطلة، النظام مصر على الدخول، وبعد التأكد من نزع السلاح الثقيل وإزالة أي خطر يتهدد قوات النظام سيقوم بابتلاع المنطقة المنزوعة السلاح أو ما يسمى منزوعة السلاح بعمق 20 كيلومتر، ثم يصل إلى أطراف المدن والبلدات. هذه المنطقة منزوعة السلاح هي الأكثر تحصينا، وبهذا يكون الظهر الموجودين في إدلب أو في محافظة إدلب تحديدا قد انكشف، ولم يعد لديهم أي تحصينات يحتمون بها، وهذا مؤشر خطير على أن إدلب سيتم تسليمها في اللحظة المناسبة. يعني لن يكون مصيرها بأحسن حال من المناطق الأخرى، لذلك أن صياغة الدستور تقتضي إعادة كافة المناطق إلى سيطرة النظام. ما هي توقعاتكم عن البديل عن ديمستورا، وهل سيسرع هذا البديل في تحقيق ما فشل فيه باقي المبعوثين الأمميين السابقين في سوريا؟ يا سيدتي لا يمكنك أن تكون ملكا أكثر من الملك. يعني إذا كان هذا الوفد المعارضة ليست حريصة على حقوق ودماء الشعب السوري، فما الذي نرجوه من مبعوث أو من دولة أخرى؟ الكل يتاجر بنا الآن والكل يبحث عن مصالحه. يعني كانت مطالبنا في البداية إسقاط النظام، ثم جاءت هذه المعارضة العتيدة فرفعت شعار رحيل الأسد، واليوم أنا برأيي سيقسمون، سيؤدون القسم تحت أمام الأسد، هذا مصيرهم وهذا ما سيفعلونه، وجلهم همهم المناصب والمكاسب، ويعني هكذا هي الحال معهم، لأنه تم تعيينهم. هؤلاء موظفون لدى هذه الدول وليسوا ممثلين للشعب السوري، لذلك لا يمكن أن يعني نتأمل أي شيء من شخص لن يجد أمامه من يطالب بحقوق الشعب السوري. هؤلاء ليسوا مؤهلين للحديث عن الشعب السوري وتضحياته. أشكرك جزيل الشكر المعارض السوري المستقل خليل المقداد، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.